مرحبا بكم الناس الكل، معكم مهدي الزواري كالعادة. مازلنا مواصلين في درس لومبليفيكاتور بعد ما شفنا في الفيديو اللي فات الكومباراتور ا دبل سي انفرسور. اليوم ان شاء الله باش نشوفوا الكومباراتور ا دبل سي نو انفرسور. مالا خلينا نتفرجوا على الانترو ونبداو ان شاء الله. كما قاعدين تشوفوا لهني السورتي راجعه للبلس، دونك نحكيو على ريجيم ساتوري. دونك المونتاج نتاعنا هذا شاطينا كومباراتور ا دوبل سوي افيك طونسيون دونتري داخله على البلس. نحكيو على كومباراتور ا دوبل سوي نو انفرسور. قال لك الريجيم نكتبوا له لهني ريجيم ساتوري، ريجيم ساتوري جيستيفيكاسيون. علاش؟ كار لا سورتي اي ريلي ا لونتري نو انفرسور بلس ولا او بلس. باهي، كيما شفنا في الكومباراتور ا دوبل سي انفرسور بالضبط عندنا 3 ميثود باش نطلعوا الفي دي. قلنا باش نتعبوا شويه وباش نخدموا باش نلقاو الفي دي، هذا دوبل سي. لكن فما 3 ميثود، يا هو يدزك دزان ويقول لك امشي منا ومشي منا ومشي منا وديدوير في دي، كيما الحاله هذه بالضبط ديدوير في دي. ينجم يخليك رباني وانت ما غير مزيد حتى حد اطلع على الفي دي نتاعك، ولا الحاله الثالثه باش نوريكم اوبسيون تنجموا تستعملوها كان في الكومباراتور ا دوبل سي نو انفرسور. وكهو في الانفرسور وريتها لكم بالميثود ديفيزور دي تونسيون. ان شاء الله اليوم نوريكم ميثود اخرى اسمها لوا دي ميلمان. اظن نشوفوها مع بعضنا ان شاء الله الكل في الفيديو نتاعنا نتاع اليوم. وكالعاده تلقاهم في التايم لاين اللوطة على اليوتيوب مقسمين الفيديوهات نتاعك. حاجتك تمشي لبارتي معينه تنجم تمشي لها طول وكذا تربح الوقت نتاعك. ب اكسبريمي في دي اون فونكسيون دي يو او ار 3 اي اي. شوفها معايا هنا باش نطلع في دي اون فونكسيون دي يو او يو او ار 3 والاي، معناها الماي نتاع شتيح لي هني في البارتي هذه. من الماي الحمراء شنو نجم نقول؟ الكورون جاي هيك التونسيون عكس الكورون، نجم نقول لهني انه يو او موان ار 3 اي موان في دي ايكال زيرو. شنو نطلع في دي لهني؟ في دي ايكال يو او موان ار 3 اي. بوي اون فونكسيون دي يو اس ار 4 اي اي. شنو معناها بوي اون فونكسيون؟ معناها الفي دي en fonction cette de شكون دي يو اس تفضل ار 4 و اي. الفي دي هذه معناها الماي نتاعي تحصرت اش تطلع من هنا، سواء طلعت منا ولا منا ما يقلقش، المهم نطلع من نفس النقطه ترجع لنفس النقطه. منا نسموه طلعنا من الماس رجعنا للماس ماي. نخدم ونقول انه يو اس طونسيون عكس الكورون بلس ار 4 اي موان في دي ايغال زيرو. دونك لهنا نحكي على في دي ايغال، نهزها لبعض الايجال يولي عندي يو اس بلس ار 4 اي. سؤال سيش قالك ديدوير في دي اون فونكسيون دي يو او يو اس ار 3 اي ار 4. باهي ديدوير معناها ما لا قبلو، لان عندنا في دي ايجال في دي ايجال. لهنا تنجم انت تقول لي كيفاش نطلعوا الفي دي؟ تنجم تقول لي انت نعملوا يو او مون ار 3 اي ايجال يو اس بلس ار 4 اي. هذه راه برشا تلامذه يغلطوا فيها العمليه لهنا في التمرين هذا، ديما يغلطوا في الفاز هذه، يحط لي هذه ايجال هذه. اي انت كاكا نحد الفي دي، مالا منينش تخلقها وقت الفي دي؟ مش كاكا تخدم ماك، خذ اي وحده من هذه وطلع منها الاي وطايشها في الاخرى. مثال شنو نخوي هذه الزرقاء؟ اي كعبه صحيحه؟ لان شو اللي عندك اير 4 اي شنو تساوي؟ مش في دي مول يو اس. وانت شنو تطلع الاي نتاعك؟ الاي نتاعك شنو تولي لهنا؟ شنو تولي في دي موان يو اس سور اير 4 هذه الاي وطايشها في الاكسبرسيون الحمراء. هذه الاي نتاعنا. ما انا باش نطلع في دي لهنا شنو نقول له؟ في دي ايجال شنو ناخذ الحمراء اللي هي يو او موان ار 3 والاي نعوضها بهذه اللي هي في دي موان يو اس سور ار 4. وكيكا قعد عندي في دي مجالت موجوده في العمليه نتاعي، لكن ولاو زوز فيديات هاش نعمل ضربات مات ونجيبها صحيحه. في دي ايجال يو او لان عندي موان ار 3 شنو ننشرها؟ شو يولي عندي لهنا؟ موان ار 3 في دي بلس ار 3 يو اس على ار 4. نواصل شو شو اللي عندي لهنا؟ في دي ايجال شنو واحد لهنا؟ شو اللي عندي ار 4 يو او موان ار 3 في دي بلس ار 3 يو اس سير شكون كل هذا ار 4. نواصل شو نعمل فراشه؟ شو اللي عندي لنا؟ ار 4 في دي ايغال ار 4 يو او موان ار 3 في دي، باتلي لي في دي الكل باش نجيبهم بعض بعضهم بلس ار 3 يو اس. عندي لنا ار 4 في دي ولنا موان ار 3 في دي باش نجيبهم بعض بعضهم باش يولي عندي في دي اون فاكتور. هذه شو تولي بوزيتيف واش نخرج في دي اون فاكتور طول. شو تولي عندي ار 3 بلس ار 4 ايغال ار 4 يو او هذوك قاعدوا في بلايصهم
plus R3 US. VD égale, je me suis le VD, il y a R4 UE plus R3 US sur R3 plus R4. هذه الفيدي متاعنا هاني ديدويريتها وجبتها من الاسكسبرسيون اللي فاتوني R4 UE plus R3 US على R3 plus R4 طوى دي ديترميني لا كونديسيون سور UE pour que US égale plus VCC كالعادة هذه شفناها تقول له US égale plus VCC 200 هذه ديما هيك الاسكسبرسيون اليونانية سي VD بوزيتيف والفيدي مازلت كي قيتها اللي هي هذا الكل R4 UE plus R3 US والUS أنا مزيل ديكلاريتها هي plus VCC هذه نكتبها plus VCC لهنا على R3 plus R4 أكبر من صفر به لوطاني هذايا شوف معي طاو لوطاني هذايا نجمش يكون أصغر من صفر ولا إيقال صفر هذوما دي ريزيستانس معناه متفاهمين فيهم هنهوما أوتوماتيك باش يكونوا أكبر من صفر معناه شنحكي كان على الفوقاني اللي هو أكبر من صفر هذايا شوية جمارات وشوية خباثة نسمى جاوبت عليها ولا نجم حدا نفسرها لك مات كيفاش مات أضرب من الفوق واللوطة باش نحي اللوطاني هذا أضرب بالفوق واللوطة في R3 plus R4 هذيش نضربها في R3 plus R4 وهذيش نضربها في R3 plus R4 هوا مات هذي وهذي يتنحاو و R3 plus R4 فوا صفر يطلع لي صفر معناها هذايا اللوطاني ما عادش باش نحكي عليه هذايا مش موجود اللوطاني نواصل كالعادة ديما الاو او قلت لك خليها بوزيتيف الاو او خليها بوزيتيف شو شو اللي عندي شو اللي عندي او او هاني هي بوزيتيف خليتها في بلاصتها ار 3 في سي سي نجيبها من شو اللي عندي لنا موان ار 3 في سي سي سير ار 4 شكوني هذه هذه السويبا تقول لي كيفاش عرفتها السويبا خاطرها نيجاتيف كان جات بوزيتيف راني قلت لك سويهو هذه فيبا ونجي نكتب الجمله نتاعي بالعربي تعاوني في الرسم باهيه هاو نكتبها لهنا مثال مادام يو او اكبر من في با على ورقه الوسخ هذه تكتبها الور الفي اس نتاع ايجال بلس في سي سي نمشي او ديتيرميني لا كونديسيون سور يو او بور كو يو اس ايجال موان في سي سي يو اس ايجال موان في سي 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 شنو هو سي في دي نيجاتيف والفي دي عندي منها مازلت كي قيتها اللي هي ار 4 يو او بلس ار 3 يو اس اصغر من صفر اور يو اس هذه ديكلاريناها اللي هي موان في سي سي معناها نجي يو اس هذيك ونعوضها بموان في سي سي نحط لنا في سي سي واش تولي لنا عندي موا واضحه العمليه ولا خاطر موان في سي سي نواصل يو او هذيك ديما نخليوها بوزيتيف كما قلت لكم يو او شو تولي اصغر من هذا الكل اللي هو ار 3 في سي سي سير ار 4 شكون هي هذه هذه السويهو كيفاش عرفتها خاطرها موش به قال كالكولي الفالور نيميريك دي شاكا دي سي دي باسكيلمون بور ار 3 ايجال 1.1 كيلو اي ار 4 2.2 كيلو هذوما الفي هو الفي با كالعاده يتحفظوا لان السي هوم تاعنا هي ار 3 في سي سي على ار 4 ار 3 معناها 1.1 على ار 4 اللي هي 2.2 فوا 10 على بويسونس 3 فوا 10 على بويسونس 3 فوا قداش في قداش نضربها شنو نضربها في الفي سي سي اللي هي 12 طف طف ايجال 6 فولت هذه باش تطلع لنا وهذه باش تحسبها باش تطلع لك كيف كيف موان 6 فولت ب انت تكتب العمليه تحط 1.1 على 2.2 بالسيني موان فوا 12 تطلع لك صحيحه ب هذوما الفي هو الفي با باش نصور الكرونوغرام تاع يو او يو اس اون فونكسيون دي طون كالعاده نصوروا لي سوي 6 موان 6 6 موان 6 وبعد ثاني ناخذ الجمل نتاعي الجمله الثانيه اللي ما صورتهاش ما كتبتهاش خلينا نمشي نكتبها مادام لان يو او اصغر من في هو الور في اس ديكلاريناها موان في سي سي ب شوفوا معايا لهنا نبداو شكون اللي مقابلتني يعني لهنا هذه السي هو اني واقف لهنا اللي مقابلتني السي هو نمشي للجمله فيها السي هو يو او اصغر من في هو وكي لاحظوا نلقاو البارتي هذه اللي فيها الاي او الحمراء اصغر من 6 فولت اصغر من السي هو الفي اس الغادي شو تساوي تساوي موان في سي سي معناش نجي في البارتي هذيك واش نعمل موان في سي سي عملتش في البارتي هذه الكل موان في سي سي بعثت لي كل سوي نقلب كل سوي نقلب طوف العملية الغادي واضحة العملية ولا شوف معايا طبعا شنو نعمل اناليز لهني كتبت التونسيون دونتري القمة في البوزيتيف السورتي تكون بوزيتيف القمة في النيجاتيف السورتي تكون نيجاتيف القمة في البوزيتيف السورتي تكون بوزيتيف القمة في النيجاتيف السورتي نتاعي تكون نيجاتيف واضحة العملية نتاعنا ولا ردها
به بالكلام هذاك اصلا نجم نصور. شوف معايا كيفاش نعاود نصورها بطريقه اخرى اسهل كيما خدمنا في الفيديو اللي فات. نعاود نصور السي هو والسي با. هذه هي 6 موان 6 6 فولت موان 6 6 موان 6. شوف معايا طاو بالباهي 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 البارتي بوزيتيف هذه. نجي للبارتي بوزيتيف هذه واش تطلع عندي 12. معناها من السي هيك للسي هيك عندي 12. صورتش البارتي هذه يقلب طولها اقلب من غير ما تخمم بعد عليه بدا يمشي كاكا وكا فماش ما اسهل من هذه. يطلع لك نفس المنظر بالضبط. طيب واش نصوروا الكاركتيريستيك دي ترانسفير يو اس اون فونكسيون دي يو اي معناها اون فونكسيون دي بعضهم. عندي لنا السي هو 6 موان 6 12 موان 12. نجم نصور بالجمل كما شفنا في الفيديو اللي فات ولا توا واش نستعمل لكم الطريقه الاسهل طول اللي هي تصور المستطيل نتاعك لهنا ما بين الحدود هذه الكل 6 سي هو وموان 6 سي با بلس في سات وموان في سات. وبعد تالي شوف معايا شنو نعمل لهنا هو نو انفرسور. نجي البارتي بوزيتيف واش نكملها في البوزيتيف ونجي لهنا البارتي نيجاتيف ونكملها في النيجاتيف. واضحاش العمليه هذه؟ شوف معايا توا شنو باش نعمل. شوف معايا توا شنو باش نعمل. شنجي للسي هو شنجي للسي هو هو نو انفرسور الفلاش هو سد ما فما حد شيء مقلوب لهنا ها. واش نمشي للسي با اش نمشي للسي با اش نمشي للسي با 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 الفلاش هابط خاطر نو انفرسور كل شيء مقابل لهنا ويطلع لك الهستيريزيس نتاعك. واضحه العمليه ولا كيفاش تصور هالكرونوغرام هذا والكاركتيرستيك دي ترانسفير هذا فماش ما ابسط منه هذا. طيب واش نتعداو للبارتي الثانيه الفي دي هذه باش نوريكم كيفاش نطلعها ما غير نزيد حتى حد بلا الوا دي مال. يقول لك طول التمرين يقول لك طلع لي في دي اون فونكسيون دو يو او يو اس ار 3 اي ار 4 وما يعطيك حد شيء بالوا دي مال. سهله ياسر اني سهلتها لكم ياسر من الفيديو اللي فات باش نطلعوا في دي في الريجيم ساتوري. شنو قلت لك الماي الاولى اطلع من يو اس ورد بالك تتعدى من في دي شق منه وما تتعداش من في دي فماش ابسط من هيك. الكورون جاي من التونسيون هيك الكورون جاي هيك التونسيون هيك معناها الماي الاولى نفسها وبطبيعه بعتلي لازمك ماي تتعدى من في دي معناها نفس البرانسيب نتاع الخدمه نتاع الكومباراتور ا دبل سي انفرسور اللي شفناه في الفيديو اللي فات. نجي لهنا من الماي الزرقاء نجم نقول انه يو اس مع ار 4 اي مع ار 3 اي موان يو او ايغال زيرو ونجم نقول انه يو اس بلس شن خرج اي اون فاكتور دي ار 4 ار 4 بلس ار 3 ايغال يو او. شن نطلع الاي نتاعي خاطر حاجتي الهدف نتاعي نطلع في دي ايغال لان ما عنديش في دي نولي نطلع الجاسوس اي الاي ايغال يو او موان يو اس على ار 3 مع ار 4 هذه الاي نتاعي. نواصل من الماي الحمراء توا باش نطلع الفي دي شوالي عندي يو او موان ار 3 اي موان في دي ايغال زيرو باش نطلع في دي ايغال ننزل هذه منها شوالي لي يو او موان ار 3 اي باش نطلع في دي ايغال يو او موان ار 3 والاي نعوضها بلاقيدو في الاكسبرسيون الزرقاء اللي هي يو او موان يو اس على ار 3 مع ار 4 ضربات ماطو. شوف معايا في دي ايغال يو او موان ار 3 يو او شنو عملت لهنا هزيت الموان ار 3 هذه كلها واش نبدا ننشر به موان ار 3 يو او بلس ار 3 يو اس هذا الكل على ار 3 بلس ار 4 نعمل شويه توحيد في دي ايغال يو او باش نضربها في ار 3 بلس ار 4 موان ار 3 يو او بلس ار 3 يو اس هذا الكل على ار 3 بلس ار 4 وحدت ايغال شنو ننشر توا شوالي لنا عندي ار 3 يو او بلس ار 4 يو او هذا عملت له ضريبه هيك وضريبه هيك موان ار 3 يو او بلس ار 3 يو اس على ار 3 بلس ار 4. شوف معايا لنا شنو عندي هذه الاكسبرسيون تاع الفي دي لنا عندي موان ار 3 يو او بلس ار 3 يو او يديروا شنو يبقى لي في الاخر في دي ايغال هذا هو اللي حاجتي بيه ار 4 يو او بلس ار 3 يو اس على ار 3 بلس ار 4
نفس الاكسبرسيون اللي قيناها بكري بالضبط. واضحه العمليه ولا؟ هذه الفيديو نتاعنا هذه من غير مزيد حتى حد. المايه الاولى كيما في الانفرسور كيما في النو انفرسور ما نجمش نبسط لك اكثر من هيك، اطلع من السورتي ورد بالك تتعدى من فيدي خاطر هالفيدي ديفيرون دي زيرو. بعتلي المايه الاخرى تاخو مايه اخرى فيها فيدي وطلع فيدي نتاعك ايجال، تطلع لك النتيجه نتاعك. في الانفرسور والنو انفرسور نفس الخدمه، تبقى لنا عفسه جديده طاف الاخر اللي هي بالوادي من الماء. خلينا نوريكم شنو هو الوادي من الماء. اول حاجه قبل ما نفسر لكم حتى شيء لازم نقول لك ريمارك مهمه 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 برشا. نحب نقول لكم انه الوادي من الماء هذا اور بروغرام، معناها الوادي من الماء هذا كان تحطوا له في الدفرم تاعك باش يحسبوا لك غلط. واضح ولا؟ تقول عليك جيت عامه نيفيام وتسامل في ليكواسيون دي ديزيام ديغري اللي قريتها عام ديزيام اني، ايش لوجيك؟ مش لوجيك كاك بالضبط. مالا تقول لي انت الوقت ورينا فيه الزوز اسباب. السبب الاولاني هي تساعدك باش تعمل فيريفيكاسيون نتاعك وتعرف الفيديو نتاعك صحيحه ولا، خاطرها ساهله ياسر طول بالعين تنجم تعرف الفيديو نتاعك صحيحه ولا، ولا حتى كالفيديو قيتها غلطه تنجم بالوادي من المان تزرفها وتحط الفيديو نتاعك صحيحه باش حتى الرسمه نتاعك الله يقدر بعد اللي ما يطلعلكش غلط، بالرغم اني وريتك حتى من غير فيديو كيفاش طلعوا الرسمه صحيح، لكن انا داخل نوت على الفيديو وكهو. والحاجه اللي نحب والحاجه الثانيه اللي نحب نوريها لكم الوادي من المان اللي هي فما بروفاتي قريوها وفصل عام عادي تحطها له، ريت بروفاتي كيخدموا الحقيقه، ماني نقول لك اني قريتها لك فصل عام حطها لي فصل عام، لكن في دفورة نتاع الباك هاني وصيتك رد بالك تستعمل راهم باش يشطبوا لك عليه. شنية هذه الوادي من المان؟ شوف معي لهني. شوف معي. دابريل الوادي من المان، خلينا نكتبها هذه. شوف معي. دابريل الوادي من المان نجم نطلع فيديو طول بقاعدة. كيفاش؟ كي تبدا على المنظر هذا عندك دو ريزيستونس يو اس و يو او. تنجم تعمل يو اس فوا ار 3 ثبت معي بالباهي يو اس فوا ار 3 بلوس. UE فوا R4 على R3 مع R4 صوم تاع دي ريزيستونس نتاعك تطلع لك الفيديو نتاعك طول بقاعد. هذه هي الوادي من الماء. تقول لي هذه المنظر هذا كيفاش نطبقوا لهني؟ نقول لك لهني عندنا الوادي من الماء هذا هو نفسه اللي صورته لك لهني جبته من المونتاج هذا. تقول لي كيفاش غيرش لهني؟ معاوج شويه وكو معاوج شويه. هذه يو او ولا هاوني الاو ام تاعك، هذه يو اس ولا هاوني الاو اس نتاعك، هذه ريزيستونس ار 3 وهذه ريزيستونس ار 4 هاو الاخضر هو نفسه ولا هو نفسه بالضبط غيرش الار 4 مطلعينها شويه لفوق معاوج شويه لا اكثر ولا اقل. معناها لهني نجم نطبق الوادي من المانتو نجم نقول هاني الفيديو في الوسط نتاعي هذيك في الوسط يعني ما بين ار 3 وار 4 ايغال هذايا فوا ار 3 معناها ار 3 يو اس مع ار 4 يو او على ار 3 بلس ار 4 طول طلعها ريتها ولا، لكن هذه ما عندكش حق تستعملها باش تطلع الفيديو نتاعك والفيديو بكري وحنا نرقاو فيها هيك. انت الواه وريتها لك هذه باش تعمل حتى فيريفيكاسيون سيدك انت لقيت فيديو نطلع للمونتاج ونعمل ضريبه بعيني هيك نقول فيديو ايجال لازم ترقاها ار 3 يو اس هاني ار 3 يو اس مع ار 4 يو اي مع ار 4 يو اي على ار 3 مع ار 4 تطلع لك الفيديو نتاعك. وهيك نقولوا الفيديو عرفنا كيفاش نطلعها بثلاثه طرق، يا هو يدزك دزان ويعاونك يا باللي الوادي ماي يا بالطريقه الثالثه اللي هي الوادي من الماء. وفي الكومباراتور ادوبل سي انفرسور وريتها لكم الفازه الاخرانيه بالميثود ديفيزور دي تونسيون. هيك نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا نتاع اليوم وان شاء الله ملتقانا في الفيديو الجاي. كان عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم تنجموا تكونوا سبب باش تنفعوا اصحابكم الاخرين وملتقانا ان شاء الله في الفيديو الجاي.